إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة ليساس في العليا. القصة اللي معنا اليوم قصة ديال مرضي الوالدين، واللي كيعاني مع الأم ديالو. مرضي الوالدين 36 سنة، الأم ديالو يعني قربت 80 سنة عايشين في هذا البيت هذا، بعد ما كانوا كيسكنوا في منطقة بورغون في دار كما كنقولوا كانت ديال الوالدين، ولكن شراها الأخ يعني بلا ما ندخل هذا الموضوع هذا، كلمة الأخ ولات كضر بكل صراحة مع احترامنا للأخوة المعقولة، الأخوة الجادة. هاد الاخ هذا فاش بغى المحل ديالو خرجوا هاد الناس برا منذ 2008. لاحظوا معايا كيقلب المنفذ ليها، منذ 2008 وهاد الشاب كيعاني مع الام ديالو. تخيلوا معايا دابا خدام سيكوريتي ب 44 الف ريال. خوتي المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو لانه هادي شويه من بزاف اللي كيعيشوه بعض الشباب. كيتخلص 2200 درهم. والغريب هو ديك المساله ديال الكونطرا اللي ولات، وليتي كدير معاهم كونطرا الاولى الثانيه كيقولوا لك بسلامه. يعني هنا بكل صراحه كنتمنوا اعاده النظر في هذا القانون هذا، لانه اكيد هذا القانون دار من اجل تشجيع الاستثمار انه يدخل المغرب، ولكن هاد المساله بينات على ضعف، وبينات على بزاف ديال الناس كيضيعوا، بزاف ديال الناس كيضيعوا منهم دوك الناس اللي كيخدموا بالكونطرا. وفاش كتسالي الكونطرا باش زعما ما يلصقش في ديك الشركه كيحيدوه ويجيبوا واحد اخر، يعني بحال حاشاكم كراطه اولا جفاف سالوا منه وكيلوحوا ويجيبوا واحد اخر. هذا موضوع اخر. قلت بانه هذا الشاب هذا دابا ما حيدتو الخدمه، ما حيدتو لمو، لان مو كدير مسكينه كل شيء تحت منها كما تسمعوا معايا، كدير مسكينه كل شيء تحت منها لانها 80 سنه. دابا حاليا كيضطر انه خصو يبقى حداها لانه ما كاينش اللي قابلها. فنهار اللي فكر انه يتزوج، نهار اللي فكر يتزوج جاب بنت الناس من منطقه ديال الازيلال، جات اكيد هو صبر لامه لانها ام ديالو، ولكن اكيد كيف ما قلنا 2200 ما حيلتو المركوب، ما حيلتو الماكله، ما حيلتو الشرب، ما حيلتو الام ديالو، ما حيلتو. اذا تقهر. هادشي علاش بغيتكم تعيشوا معايا هاد القصه ديال المعاناه ديال مرضي الوالدين. هذا هو البيت اللي ساكنين فيه هاد الناس، هادو هو هذا. اسمع الفارس قال قلتي لاحظوا معايا راه ما عندهم لا سدادر لا حتى شي حاجه. هذيك هي البلاصه فين كيناس هو، كان كيناس هو والزوجه ديالو تما، في حين ان الام ديالو كانت نعسانه في هاد السدار هذا. اسمع معايا باقي التفاصيل على لسان هاد الناس هادو. نتمنى منكم خوتي المغاربه تبارطاجيو والله يجازيكم بخير. السلام عليكم. أهلا عليكم بعدا. الله يبارك مرحبا عليكم، بارك الله فيك. بارك الله فيك الحاجة. تبدأ الكرسي هنا خليك تحت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ها خليني نهضر معايا أنت بعد عاد غنسول. انا غادي نهضر بصفتي تقريبا جميع الشباب المغاربه، ما غاديش نهضر بسميتي انا ولا انا شخصيا شكون. يعني حنا مجموعه من واحد الشباب زعما شادين واحد الطريق اللي هي ديال العمل ديال المسؤوليه والمعقول. الله يجزيك بخير. واضحه واحد الطريق مزيانه، راه كنخدموا مع الناس وكنشوفوا دوك الناس زعما راه ماشي تيشجعوا الشباب، تيعطيوناش واحد خدام تقريبا ب 2200 درهم، يلاه زادونا 200 درهم هاد الشهرين اللي فات. 2200 درهم كنت خدام غير 40 درهم. قلتي لي خاصك تفكر انك تمشي على جبل باش توفر طونسبور. بطبيعة الحال كنمشي على جبل باش نوفر طونسبور، كنفيق مع 5 ونص ديال الصباح ولا 5 وربع تنشط الطريق باش نوصل البوست مع 7 ديال الصباح. يعني كتفهم انك تفهم باش تشيط الفلوس بعيدا. نقول اللهم نشيطهم ونجي انا وناكل انا ومامتي ومرتي، داكشي اللي جاوب الله نشيطهم وناكلوا ان شاء الله مجموعين. كنبقى انا بالجوع حتى في الخدمه، كنبقى بالجوع كنمشي ترونسبور مره
كل واحد 15 يوم 12 يوم الاولى كنمشي لفرنسا، كيبقاو دوك الايامات الاخرى صافي كنضطر نمشي على رجلي حيت الصرف ما غيكفنيش. وقلت لي حتى ما لقيتهاش كتقولي محق انك تلبس الحجاب المحدد بطبيعة الحال دابا انا عندي الكره، انا اللي انا فيه كيرا في كاري، انا 4 سنين قليل كاري، واحد 8 ديال 9 سنين كانت قليل الجيب. 9 سنين يعني كتخلص التسعين درهم تكتشف انا ما كاينش فيا والو، كنخلي عندي الكره ديال الجزائر، الجزائر كتسالني مول الحانوت، يعني راه تتبقى ليا في الشهر واحد 500 درهم كاع، الى جينا نحسبوها غتبقى شي 500 500 درهم خاصك باش خصني نضرب بيها 10 خصني نصرف بيها، ومرتي الا بغات وليه مشي هذيك للحمام، امي الا بغات الدواء، السيده انا مريض، انا ما بغيتش نقول احنا راه كلنا مرات، لا ولكن الوالده عندي حاله خاصه الحمد لله، هذاك الشيء كنا غادي نكبروا وكنا غادي ايه اخويا ماشي عيب، كنا غنكبروا اخويا وكنا غادي نوصلوا لواحد الحاله اللي عطينا نسمع الوالده قالت المرضيه في المخزن ايه سؤال مرحبا عطيه شنو الحاجه اللي المرضيه يا مرضي الله يرضي عليك يا أيه الله يوفقه للخير ويسهل عليه في اللي يبغى ترضي عليه وكل خطوة يخطوها يخطوها بالخير والتيسير كاع الوليدات المرضيين مع والديهم المهم راضي عليه الحمد لله راضي عليه من قلبي الخالص هو اللي عندك الحمد لله هو اللي عندي وعندي الله الحمد لله ما كاين ما خير منه قال لي مسكين قال لي ما لا 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 هو ماشي مشكلة راه لابد كنا الحمد لله سمك الله أنا طاهر طاهر إن شاء الله طاهر إن شاء الله طاهر بإذن الله الحمد لله لا حول ولا ها قوة ها قولي الحاجة شنو الواقع؟ شنو الواقع الحاجة؟ نعم شنو المشكل عندك اسمع لي لما اسمح لي حتى عندي السمع شوية قليل مرحبا اللي وقع لي هاد الوضعية اللي أنا فيها ما بقاتش عاجباني وكبرت وساليت بغيت انا نبركو في واحد البلاصه يساعدونا الحباب الله وما يحاين نرتاحوا فيه كيما كان تبدل علينا شويه الوضع احنا ما عندنا لا ثلاجه لا ما كاينش الصابون زعما لا وزيم والو لا وزيم ديال الدار ما كايناش والبوطه شو البوطه اللي عندي الحمد لله هاكا معنا خويا ايوه السلام عليكم قلت لي ما عندناش بعض المستلزمات ما عندناش داكشي اللي ضروري بحال ما بين الصابون وهذه وهذه راه اقل شويه في الناس الحمد لله ما كاينش اللي كتبتي مثلا تاكل واحد الجيجه مثلا غتقسمها الحمد لله خويا كان انا نقول لك اش كندير اخويا كندير فيها الملحه وكنخليها في الطل وتنطر ناكلها بعض المرات واخا كتكون من السما كنحس بها حامضه وليني كناكل اش غادي ندير باش ما نتصرش شي واحد كل نهار كنطق عليك في اليد هادي وهاد باش ما تضحكش الناس ما تنبغي نحاك حتى واحد انا راكو ما كتحاكيش دابا ما غاديش نقول لك اخويا جي عندي ولا هضر معايا ولا صافي مرحبا مرحبا انا لانه كتضل خليك معايا سمعتو اخوتي المغاربه سمعتو اخوتي علاش قلت لكم هادو هما الفيديو اللي خصهم يتبارطاجاو باش ما نبقاوش نقولوا العام زين اي كاين تغيير الحمد لله كاين بزاف الامور ايجابيه ولكن الوضع الاجتماعي راه باقي في الحضيض الوضع الاجتماعي راه باقي الناس كتعاني تخيلوا معايا بس سمعتوا معايا دابا هذا شاب مسكين لاول مره كيخرج لاول مره اقول لاول مره الدليل انه مسكين ما كيرضاش هو انه كما قلنا كيكمل اللي مشي على رجلو باش كيوفر علاش لانه عنده الميمه ديالو مسكينه مسنه يعني كما قلت لكم قربت 80 سنه كدير جميع المسائل البيولوجيه ديالها كديرها مسكينه تحسبنا لان مسكينه امراه كبيره هو ما حيلتو لا هي ما حيلتو الخدمه ديالو لديك سميت الخدمه لان قال لي رضينا بالدل والدل مارضى بينا هذا هو الدل مارضى بينا لانه 2200 درهم مدلوله يعني لا تساوي شيئا لا تسمن وتغني من جوع ورغم ذلك هاد الشاب كيقول الله ما هي ولا ما كاينش ولكن رغم ذلك كيضرب 6 شهور كيعاود يجدو مع كونترا 6 شهور ملي كيشوفوا كيقولوا هذا غيبقى لاصق فينا عاوتاني كيصيفطوا البوست اخر باش دائما ما تكونش عنده ديك سميت الاقدميه هادشي باش قلت هادشي خصو يتعاود فيه النظر هذه رساله لوزاره التشغيل هادشي خصو يتعاد فيه النظر لانه اللي كيضيعوا هما هاد الناس هادو مساكن هاد الشباب راه كيضيعوا
راه بكل صراحه الناس ما بقاتش كتثق في، حيت كاين اللي كيقول لك واش خدمه سيكيورتي، انا ماشي نخدم سيكيورتي، انا راه ما كيقيدوني، ما كيديروا لي وثائق قانون، ما كيديروا لي حتى شي حاجه، حتى حاجه، كيضربوا بيا 6 شهور ويعاودوا لي 6 شهور اخرى وصيفطوني بوست اخرى حتى شركه اخرى نخدم فيها، نضرب 6 شهور ونهار اللي ترشق لي ما نعجبوش يقول لي سير في حالاتك، وهكذا 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 وهكذا، ويجي الاخر ويجي الاخر وهكذا. كيقول لك راه مديكلاري في السي ان اس اس وما كيدكلاروش لك الايام كامله. ها اللي قلنا. مؤخرا سولت لقاوني مديكلاري 10 ايام او عام وانا خدام معاكم 10 ايام مديكلاري حرام. عام ديكلاري 10 ايام. والله الا 10 ايام. هانتوما خوتي سمعتوا اش قال؟ عام وهو خدام معاهم مديكلارينو في لاسي ان اس اس 10 ايام. عرفت ديك الفتره الاولى باش عطاهم لي الكونتر. ها اللي قلنا 10 ايام، واش هادشي ما كاينش اللي كيوقف عليه يا عباد الله؟ واش هادشي ما كاينش، هادشي ما كيسالوش، ما كيسولوش عليه؟ علاش علاش مسكين، علاش هذا الحق ديال الناس يضيع بهذا الشكل؟ علاش ما فهمتش علاش؟ عام تقيد لي 10 ايام، علاش ونخدم مع واحد اخر تو نضرب معاه عام يقيد لي تو 10 ايام ولا ما يقيدش ليا؟ واش نبقى نضيع انا وغادي وكنكبر ماشي غادي وكن صغير؟ راه حشومه هادشي، راه حشومه 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 هاد الشركات، راه عاتوا فسادا، راه عاتوا فسادا في المغاربه مساكن في الشباب، راه ما بقاوش مسوقين لانه ما كاينش مراقبه، ما كاينش واحد السويفي كما كنقولوا، ما كاينش واحد اللي كيسول على هاد الناس هادو، كي صافي هما كيجمعوا الاموال كيخرجوك انت، وسمحوا لي على الكلمه هادي لانه هادشي كيضر في الخاطر، كيخرجوك انت حاجاكم بحال الحمار الثانيه كتخرج تضرب كورفي، هما كياخذوا الفلوس كيدخلوها للكونت ديالهم، وفي الاخر يديروا لك كما كيقول الدارجه ضريبه ويقول لك دور مع الدوره، حيت علاش ما كاينش اللي كيسولهم، ما كاينش اللي كيراقبهم، ما كاينش اللي كيبحث معاهم، ما كاينش اللي كيقول لهم هذا السيد خدام معكم علاش ما قيتو، علاش ما ديكلاتوش فلسطيني سياسه، وعلاش وعلاش وعلاش، وهكذا وغادا الامور، واللي كيضيع دائما هو المواطن المغربي البسيط الضعيف اللي للاسف الصوت ديالو غير مسموع. دابا خويا قلتي لي حتى الجواج خويا فكرتي انك تزوج باش كما قلنا كنتي تكمل قال مراه بلا ما قال لي الوالده ديالي راه مريضه راه كل حاجه. الحمد لله راه شي بدا كينوض في هذا، دابا هذا هو اللي مرضني انا، بغيت الدواء منه، انا ما بغيت والو كاع حتى شي حاجه لراسي. بغيت الدواء ولقاو شي حل لا هي لا من ناحيه العين لا من ناحيه الطونسيون. فابل دابا هي ناضت، دابا ما كنتش انا الا ناضت طيح. ديك الخطره دخلت مع شي جوهدين جوج ديال الليل لقيتها طايحه في الطواليت داخل بوحدها، يعني كون ما كنتش انا راه غتبقى تما حتى الصباح. ودابا انا درت هذيك البنت زعما باش تقابلها. لا حول. ما تخصها شي حاجه تخرج تجيب عليها من الحانوت، وانا داكشي اللي قدرني عليه الله راه كنجي. دابا المشكل اللي وقع ليا انني جلست من هاد الخدمه، ملي جلست السيده مولا سكرتها هي طلعت عندي ولات باغا المحل ديالها وما عندناش فيها مشي. ولات باغا تكون اكثر، حيت انا دابا 4 سنين وانا كاري، انا 12 سنه وانا ديال الكيان، 12 سنه ما عمرني شكيت، 12 سنه ما عمرني خديت شي ورقه من عند شي واحد فيك تساكن. ديما ما كيقول لك ما كاينش داك الحق، ما كاينش داك الريسبيرسي باش تخرج انت زعما على كارت، باش دير لا كارت، مشيتي على كارت محرومه، حتى لا كارت محرومه صحيح، مشيتي دابا حتى الوريقات دابا باش تبغى تشري ولي تدير شي حاجه كي غندير المحرومه ما عندي كي غندير. مشيت للمقاطعه هنايا اللي تابع على المنطقه ما بغيناش نذكروها، مشيت ليها قال لك لا تقول لي فيها لا عادي غير هو واحد الحاجه هي هاد البلاصه اللي سياس فهو بلاصه اخرى كنت فيها حتى هي نفس الشيء في الحي حسني، يعني ما بغيتش زعما ندخل منطقه عنده اخرى دابا جبتي منطقه ونجبدوهم جوج 6 سنين وانا كاري في الحي حسني هاد العبد الطاهر، كنت كاري واحد البيت ب 750 انا فيه انا والوالد وما عمرني شكيت ولا بكيت ولا الحمد لله خدام وجبتي وصافي. دابا اللي زادني الحمل انني جلست من خدمهم جوج. واحد المساله ربما انا غادي بلا ما نستشر مع خويا طاهر، ياك طاهر طاهر تخيلوا معايا اقسم بالله العلي العظيم الا وراني صباط واحد اللي عنده مسكين ومشرق من التحت هو اللي كيمشي به للخدمه، تخيلوا معايا صباط واحد وقول لك انا كنفكر في امي يمشي وما كنفكرش في صباط، والله الا مشرق من التحت كتدخل ليه الشتا، الشتا الا كان غادي في الشتا تدخل ليه الشتا لرجليه، وكيبقى خدام به مسكين نهار كامل، كعرفوا عرفتوا خدمه السيكوريتي، كيبقى واقف 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 12 ساعه هو واقف، مع احترامنا للنازل السيكوريتي لانه هاد الناس كيخدموا مساكن وكيضربوا تماره باش يجيبوا ديك جوج فرانك، ولكن مسكين رغم ذلك كما نقول لكم صباط واحد اللي عنده حشاكم والله العظيم، لو ورا ليا مسكين من التحت فيه خطيز متقوب محلول من التحت،
ورغم ذلك كيقول لك انا مهمتي كيف لاحظ، وعنده جوج فقرات في الظهر ديالو مع قوة التمارة تحركوا شوية من بلاصتهم، ولكن رغم ذلك ما قالش راسي يا راسي، قال مي، لاحظوا قال مي، قال مي. باش قلت لكم خوتي المغاربة راه قلت لكم هذا مرضي الوالدين، إذا قلت لكم مرضي الوالدين فهو مرضي الوالدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. باش قلت لكم كاين شي معاناة ديال شي ناس ما بكل صراحة ما كنعرفوهاش وما كنحسوش بها حتى كندخلوا عند هاد الناس، وكي حيت كاين اللي مثلا فيه الكريتيك بزاف وفيه الفهامه بزاف كيسحب بحال هاد الناس كيمثلوا، لا هاد الناس راه توصلت لهم ماشي العظم، دخلت المخيخ ديال المخ ديال المخ ديال المخ ديال العظم باش دخلات، باش هاد الانسان خرج ودوى. فعلى الاقل قول خيرا او صمت، الا ما قدتي تقول والو قول الخير وسكت، او لا دعي بتيسير مع الناس. وحنا كنعاود نقول لكم حنا راه ما عمرنا، راه كنعاود نقول ما عمرو يمكننا حنا غادي نشاركوا في شي مسرحيه على المغاربه، هذه ما كايناش، هذه ما عمرنا بكل صراحه. شي واحد غيبدا يمثل على المغاربه ونجيو حنا نعاونوه، هذيك ما كايناش، هذيك راه والله ما كانت القضيه صحيحه ومعاناه حقيقيه، والله لا جينا عند الناس ولا سجلنا معاهم. سمعوا معايا باقي التفاصيل خوتي المغاربه، لان انا كنعمر بكل صراحه، انا والله اذا كنعمر شي والله اذا كيعمرني بحق الله. تحياتي خويا حسن، تحياتي سي حسن الطوسي، بارك الله فيك خويا. اختي فاطمة راه النمرة راه حطيناها اختي العزيزة، انا غنعاود عاوتاني نحطها لكم مرة اخرى. شوف لي اللايف واش شوف لي اللايف، مفهمتش رقم الهاتف اخويا، اعطي رقم الهاتف لهاد السيدة هادي. ماشي لا الهاتف، شو العنوان؟ شوفي العنوان رقم الهاتف، حيت كاين راه حنا حطينا حاطين الرقم، ولكن غنعاود اعطيني الرقم خويا العزيز. بلاتي قول لي انت الرقم خويا العزيز. 56 بلاتي زيد خويا 25 36 75. او اختي فاطمه قنزاني، او حطينا لك الرقم اختي العزيزه، وشكرا لك والله يجعلها في الميزان المقبول. شكرا الناس كل من يتفاعلوا معنا. انا كنعاود نقولها، هذا السيد مسكين اقسم بالله الا من الشباب اللي مساكن ماشي فوت الصبر، لانه تخيلوا معايا كاين اللي واحد جوج كيبدا يفكر في شي حوايج اللي كيغضبوا الله وكيغضبوا الملائكه وكيغضبوا شخلا داك الوالدين وغضبوا، ولكن رغم ذلك مسكين كيقول لك انا مهمتي اعطينا انتو. خديجه سلاسي قالت لك شابو ليك اخويا. الحمد لله الله يكثر بيه، شكرا. يعني الناس اللي عرفوا مرضي الوالدين الناس كيف قلتي انت راه هادشي ما تمثيل ما والو، راه جيتي وشفتي على عينيك، راه الناس كيعرفونا على برا والناس اللي غادي يشوفونا راه كيعرفونا، وحنا راه زعما الناس زعما ماشي كنطلبوا ولا زعما باغينا شي واحد اللي زعما نحكوا على المغاربه ونبداو ما كون ما كانش عندي انايا هادشي زعما ضروره زعما باش نخرج، انا ما غاديش نخرج ما زعما حتى وصلت بيا اللحظه. السيده دابا هي باغا المحل ديالها وانا كنشوف مهمتي فين غادي تروح. هي حتى المرا مشات، حتى المرا مشات، حيت لان ماشي مشات تقهرات هي مسكينه، كتشوف كيقول نقص على راجل هادشي اللي قلت لك، ولا بحال اللي باغا تعيش مع باهم باش نقص عليك انت. الله يجازيك. ما يا اخوتي المغاربه هذه بنت الناس، هي قال لك مسكينه لانه كتشوف فيه مغلوب مع الام ديالو، فقالت نمشي نريح مع والديا باش نقص عليه، هو نقص عليه داك كما كنقولوا داك العذاب ديال الصير. تخيلوا معايا، تخيلوا معايا هاد المعاناه كيفاش دايره. الزوجه ديالك كتفكر ليك وانت كتفكر لامك، امك تفكر ليك، لا حول، ولكن الفقر ما كيفكر لتا شي واحد. والشركات اللي خدامين فيهم هاد الشباب بكل صراحه كنتمناو من وزاره التشغيل تعيد النظر في هاد المساله،
الله يجازيهم بخير، عيدوا النظر في هذه المساله. هذه القضيه اللي كنتو درتوها تقريبا هذه واحد 20 سنه، راه بكل صراحه ضيعات بزاف ديال الشباب، وكثرت لنا البطاله كما كنقولوا، كثرت لنا الجرائم، وكثرت لنا تعاطي المخدرات، وكثرت لنا الانتحارات، وكثرت لنا بزاف الامور، لانه عيب وعار تخدمني انا تضرب بيا 6 عام وتقول لي سير في حالاتك، وتعاود تجي واحد اخر تضرب بيه 6 عام وتقول لي سير في حالاتك، وتعاود تشدني شركه اخرى عاوتاني اكس وتضرب بيه عاوتاني عام عام ونص عامين تقول لي سير في حالاتك، وتعاود تشدني شركه ايكغيك وتضرب بيه عام عام ونص هذاك، وانا عمري غادي كيزيد، ما كنبقى لا تقاعد لا سينيساس لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه. اذا هنا شكون اللي كيضيع؟ كيضيع هو ذاك المواطن المسكين، هو ذاك الشاب كيكون شاب كيولي كهل كيولي شيخ. اذا هنا خصك تعاد النظر. ما فهمتش انا هذه القضيه، مول في انسان كيترسم كياخذ الوريقات ديالو المسائل ديالو، ما فهمتش هذه القضيه هذه اللي خرجوا هذه ديال حقا ما تبقاش لاصق في الشركه ما يديروا معك كونترا، ما فهمتش هذه القضيه ديال الكونترا، ما مفهوماش بكل صراحه، ما مفهوماش هذه القضيه ديال الكونترا بكل صراحه، والله ما مفهوم. شنو الا دار شي استفتاء على هذه القضيه هذه؟ راه بزاف ديال المغاربه ما غيوافقوش هذه القضيه ديال الكونترا، راه ما تقولش انا كونترا. لا سيدي خذ مني اعطيني الحقوق ديالي وخذ مني الواجبات ديالك، اعطيني الحقوق ديالي وخذ مني الواجبات ديالك، درت شي حاجه نتعاقب طبقا للقوانين. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، شي كيضرب في الخاطر. المهم تيقول لنا المهم تيشي كلمه على هذا الوليد هذا، الله يجازيك بخير المهم. وين ابو تيجي؟ نعم؟ ملي تقولي لنا شي كلمات انا على انا ما كتسمعش بزاف. كلشي انا. نعم اش قال لي قولي شنو قلت لك مسكينه راه ما كتسمعش بزاف، قلت لك مهمتي. نعم ولدي. دابا ولدك طاهر ان شاء الله راه حنا الحمد لله دويتو مع المغاربه راه سمعوكم دابا ان شاء الله غادي يتفاعلوا معكم. انت اش كتقولي للمغاربه دابا هما كيشوفوك دابا وكيسمعوا فيك، شنو كتقولي لهم دابا؟ نقول لهم الله يجازيهم بخير الا ما يستافدوا من هذا الشيء اللي شافوا راه تيألم، ويحاولوا يقفوا معنا ويساعدونا، راه الحاله ديالنا خايبه فوق القياس. وربي يجازيهم بالخير ويخلي لهم وليداتهم وصحتهم، راه ما يدوم الا وجه الله، كل شيء فايت. يعني تخيل ديال المغرب هذا المغرب ولا العشاء؟ المغرب المغرب يعني لاحظوا، ولكن الفريضه ما مفرطش فيها الحمد لله، غادي يفاجئ الله. امين غادي يفاجئ الله. بعد اذن غادي يفاجئ الله، غادي يفاجئ الله الحمد لله، غادي يفاجئ الله، غادي يفاجئ الله. كلشي بقدره الله سبحانه وتعالى الحمد لله. دائما المغاربه المهم تيهم والله يجازيهم بخير ويعطيهم على قد نيتهم، الله اللي غيجازيهم، الله سبحانه وتعالى يجازي كل واحد على قد نيته، والله يعاونهم ويوفقهم الخير ويحن فيهم الله. واخا بوتي. اذا خوتي المغاربه بكل صراحه قصه كتألم، كنتمنى انها توصل القلوب قبل العقول، لانه كما قال الله سبحانه وتعالى انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لانه البصر راه كيشوف ولكن الله يستر لك القلب اعمى، فالانسان ما عمره غادي يشوف شي حاجه. لهذا فكنتمنى انه الرساله ديال هاد الناس توصلت على قوت الاخر وهاد الاذان هذا، ولكن مره اخرى كنتمنوا انه يدار شي حل لهاد الشركات ديال الامن الخاص او ما يسمى بلا سيكوريتي، لانه كيخدموا بنادم بجوج فرانك. باقي الحوز هاد اللحظه باقي ما دارش واحد التسقيف ديال الاجور، يعني واحد الاجر اللي يكون كما كنقولوا على الصعيد الوطني ما يكونش قل منه، لانه ملي كنتكلموا على 2200 يلاه كما قالك زادتو 200 درهم دابا تقريبا شي شهرين، هادي 2400 درهم ديالاش 2400 درهم خص كانت غير 2000 كاكو. انا زدت 200 درهم كاكو مسكين كاكو 48، يعني تخيلوا معايا 2000 درهم يلاه تزادت 200 درهم، كانت 2000 درهم، 2000 درهم عباد الله ديالاش؟ واش ديال ترونسبور؟ راه الا بغيتي غير تمشي في ترونسبور خاصك 100 في الطوبيس الي و100 روتور، ناهيك على الصداع والمشاكل والعذاب وجيب كري باش يلاه هذا وتزاحم في الطوبيس باش يلاه توصل، ورغم ذلك كتلقى هاد الشباب مساكن صابرين وكيقول لك لا انا مهمتي باقي لي بالحياه نطيحوا النوض باش نجيب ضغمه الخبز لمهمتي. اكيد اكيد حبيبي اكيد اكيد، حنا ماشي ما كنمثلوش على عباد الله الحمد لله الحمد لله مهمتي. إذا خوتي المغاربة نتمنى أنه يكون تفاعل مع هاد الناس هادو، لأنهم يستحقون، أقسم بالله هذا أذان أن هاد الناس كيستحقوا، أقسم بالله إلى قصة ديالهم حقيقية
قصه واقعيه، قصه مؤلمه، واللي بغى يشوف يجي بوحدو، يجي على غفله يتواصل مع الناس ويجي ويدخل يشوف راسو، ما يتسنانيش انا نقول ليه او واحد اخر يقول ليه. مرحبا مولاي. ومنيتي يجيو ويشوفوا بعينهم باش يتاكدوا. يا ربي امين. واخا مولاي واخا. اذا المشاهدين شفت في، مرحبا حبيبي، مرحبا 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 حبيبي مرحبا. انا علاش توجهت لهذا النداء وعيطت عليكم وعلي على قبل الوالده ديالي. مشينا حتى البيت والسكن وهذاك، ما بقيتش كنفكر فيه. انا ما كرهتش محسن اللي يشوف لي غير الحاله ديال الوالده ديالي، غير الدواء ولا غير يساعدوها بالمساعده ديال الادويه ديالي. هادشي اللي كنا مشاهدين شوف تي في. غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، والقاكم في بث مباشر اخر، ونتمنوا يا ربي صادقين كل قلبنا شي واحد في هذا الاذان اللي يدخل الفرحه على الناس هادو، ونجو حتى حنا بدورنا نجو فرحانين ونقلوا الصوره مغايره لهاد الناس، لهاد الام وهاد الابن ديالها المرضي مرضي مرضي مرضي، كنعاود نقولها مرضي، ونسطر على اكثر من سطر مرضي الوالدين الله يعطف، اكيد ربي ما غاديش يحشمو ويختم لي خاتمه ديال الخير. الله يختم لنا واياكم خاتمه ديال الخير. خوتي المغاربه، حتى انا غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر. كان معكم في التعليق من هنا من الليسان سفا العليا مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في، يحييكم والى اللقاء.